أرجع لحضرتك مرة تانية شيخنا الكريم، وعايزين نعرف كبر الخواطر من العبادات المهمة جدا، ويمكن بنأكد دايما أن هي سهلة ولا تتكلف الكثير، فإزاي كان هذا اليوم العظيم وهذه المعجزة كانت جبر لخاطر سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بعد عام صعب جدا جدا عدى به؟ الله تبارك وتعالى جبار من أسمائه، والاسم ده له معنيين. المعنى الأول، الناس يعني يأتي إلى أذهانها الجبار، القوة اللي يجبر يعني يقسم الجبابرة والناس الظلمة. نعم، هذا من أسمائه، والله قوي، والله لا يحب الظالمين. من معاني هذا الاسم من الجبر، شيء مكسور فالإنسان يجبره يعني يلحمه ثاني. فقلب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ممكن نقول يعني إيه، حصل عنده حزن ودخل له زعل، نبي زعل جدا، يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى وهم لا يستجيبون، لدرجة أنهم أهل مكة لم يؤمنوا به، آذوه إيذاء عظيم جدا. وزاد هذا الإيذاء بعد موت عمه أبي طالب الذي كان يدافع عنه ويحميه وينصره، حتى قال أبو طالب: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينة، طالما أنا حي شيء جنبك. أبو طالب كان حاجة كبيرة أوي في قريش. خديجة رضي الله عنها وأرضاه زوجته كانت تواسيه، كانت تخفف عنه، فالاثنين دول ماتوا. النبي سماه بعام الحزن، فزاد الإيذاء على حضرة النبي. طب هيعمل إيه حضرة النبي؟ طلع من مكة راح الطائف، الطائف آمنوا به؟ لا، لم يؤمنوا به. قلت كده وبس يعني خلاص، انتم مش عايزينكم منه، خلاص براحتكم. لا، جابوا النساء، جابوا الاطفال واللي في عقولهم شيء، مجانين سفهاء، اغروا بيه، اضربوا هذا الرجل. طبعا جابوا الحجاره والطوب، قعدوا يضربوا حضره النبي. معاه كان مولاه سيدنا زيد بن حارثه رضي الله عنه وارضاه، كان يدافع عنه، بس الطوب جاي من كل ناحيه، عملوا صفين لحضره النبي والنبي في النص، فالطوب جاي من كل ناحيه لحضره النبي. فنزل الدم من قدم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف المنظر، منظر صعب على حضره النبي. فنفسه هانت عليه، فطبعا طلع من الطائف زعلان وحزين جدا. لما وصل الى طبعا حديقه جنينه لناس من قريش، فقعد وطبعا قال الدعاء المشهور الشهير والمناجاه العظيمه سيدنا رسول الله، قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ تحسبني لمين؟ إلى بعيد يتيهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. طبعا سيدنا جبريل ومعه ملك الجبال، يا رسول الله راحتك، إن شئت، لو أنت عاوز ملك الجبال يطبق عليهم الأخشبين، يعمل الزلزال ويخلص على أهل مكة والطائف كله. النبي الرحمة المهداة والنعمة المزداة قال: لا لا يا جبريل، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. فالله أراد أن يفرح نبيه ويفرح قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال له تعالى: يا محمد، لو أهل الدنيا كلها، أهل الأرض كلهم يعني زعلوك وحزنوك وتعبوك، تعال إلي أواسيك، وتعال إلي أفرحك، تعال إلى أهل السماوات ملائكة. فذهب إلى هذه السماوات و رأى من آيات ربي الكبرى ورأى الملائكة. هل ذهابه يا شيخ محمود كان رحلة جسدية ولا رحلة روحية؟ نعم. لأنه الرحلة ما خدتش وقت طويل، يعني حتى أنه فراشه ظل دافئ بعد عودته. وهذه المعجزة. إيه المعجزة؟ المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي النبوة تصديقا لما يقول. المعجزة مش أمر عادي، ولو أمر عادي مش هيبقى معجزة. فالمعجزة أن حضرة النبي ذهب من مكة المسجد الأقصى، من المسجد الأقصى المسافة دي بيقعدوا فيها شهرين، طبيعي شهرين رايح جاي، ومن المسجد الأقصى للسماوات العلى، من السماوات العلى إلى سدرة المنتهى
وكل بين سماء وسماء مسيرة 500 سنة، وسمك كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، وبعد السماوات السبع وبعد رحلة وبعد سدرة المنتهى وصل إلى ما إلى مك إلى مكانة عظيمة جدا. الرحلة كلها لم تستغرق إلا بضع دقائق، فدي معجزة. ذهب سيدنا رسول الله بجسده وبروحه. إن خلي بالك أستاذ المشاهدين، لو كانت هذه المعجزة بالروح فقط، يعني أنا نايم وحلمت ورؤية، ما تبقاش معجزة خالص تحصل، والمشركين ليها يكذبوا النبي. طيب المشكلة أنا نايم أروح الصين وأروح الهند وأروح أمريكا وأروح أروح كل مكان أنا نايم، أيوه. مش مشكلة. لا، هم كذبوا أو كذبوا النبي عشان قال لهم أنا رحت بجسدي وبروحي. فهذه معجزة عظيمة سيدنا رسول الله، يقف العقل أمامها واقفا ساكتا، أيوه. ساكنا، لا يعني لا شيء له إلا أن يصدق ويقول سمعنا وأطعنا، نعلم منها أن الله على كل شيء قدير. طبعا. ربنا قدير طبعا. ربنا قوي، ربنا لا يوجد شيء في السماوات ولا في الأرض.